متابعونا متابعي في الجول، اهلا وسهلا بيكم. ومعانا النهارده يعني نجمين في كرة اليد المصرية، قلما يجتمع الاهلي والزمالك في حاجة واحدة، ولكن النهارده بيشرفنا كابتن محمود خليل فلفل حارس نادي الزمالك وكابتن عبد الرحمن حميد حارس نادي الاهلي. عشان كده وجودهم مع بعض الاثنين ده بيخلينا لازم نرحب بيهم ترحاب اكتر من الطبيعي، فاهلا بيكم. هنبدا بكابتن فلفل علشان هو الاكبر سنا وهنمشي بقى كده على طول واحدة بواحدة. طيب كابتن فلفل، الاول عدتم مؤخرا من النيجر والاهلي خد كاس السوبر الافريقي والزمالك اخد كاس الكؤوس الافريقيه، ولكن رحله النيجر تحديدا كانت عامله ازاي والظروف الصعبه اللي تعرضتم ليها وكانت الاقامه يعني مزريه زي ما سمعنا؟ بص احنا طبعا يعني الرحله نفسها رايح 14 ساعه وراجع 14 ساعه. وصلنا هناك الاوتيل الظروف ما كانتش احسن حاجه خالص في الاوض، يمكن يعني احنا رحنا قبل الاهلي تقريبا، قبل بعثه الاهلي قعدنا، الدنيا ما كانتش احسن حاجه، التكييفات صعبه جدا، درجه الحراره عاليه، الاكل مش احسن حاجه، فكان الموضوع ما كانش سهل علينا خالص. يعني بالعكس لما بعثه الاهلي جت حسينا ان احنا ابتدينا ايه يعني نضيع وقت مع بعض، نتقابل في الاوتيل، نتقابل في وقت الصلاه، نتقابل في الماتشات اللي هي اللي قبلينا اللي بعدينا. يعني لما جم حسينا الموضوع احسن شويه بالنسبه لنا كاسره مع بعض. بس بس الظروف كانت على الفريقين مش على فريق واحد والتاني لا. عشان خلي بالك احنا في الاول لما قعدنا في الدور الثالث، فجي حد قال لك لا قعد في الدور الاول ده تكيفات المعسكر نزل الدور الاول ما لهوش تكيفات، لان هما كان كابتن هاني عندهم جه قبلينا اصلا. طيب فحاسين ان هو مثلا ايه شايك على الاوض، خد الاحسن واحنا خدنا الاوحش. نظريه مؤامره يا جماعه. فقلنا لا ده كده حد، والله في حد جه قال لنا الاهلي لا الاوض عنده التكييف كويس ده احسن حاجه. فقلنا ازاي بقى، طب ننزل نشوف احنا الدور الاول، قلت له لا اوحش من التاني. اه والله. طيب حماد، انت شايف ان كاس السوبر والكؤوس بيتلعبوا كل سنه في بلد مختلف مهما كانت امكانياته في افريقيا، دي حاجه كويسه اصلا عشان نشر اللعبه ولا ما تفضلهاش؟ ما يعني انا شايف ان هو ماشي لو هم بيتكلموا على نشر اللعبه، فهو اصلا الماتش ما اتذاعش الاولاني عشان ينشر اللعبه. ف يعني بالنسبه لي الفكر نفسه كان صعب جدا ان هي تتلعب في بلد زي النيجر، لان زي ما فلفل قال هو ما فيش اي حاجه كويسه اصلا ولا حاجه تساعد يعني تساعدنا احنا ان احنا نعرف نعيش حياه رياضي. يعني انت ولا بتاكل ولا 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 بتشرب كويس اصلا ولا عايش. يعني انا كنت افضل حتى لو بطوله افريقيا اللي هي كاس الكؤوس هتتلعب هناك، على الاقل السوبر الافريقي يتلعب في مصر او يتلعب في اي بلد من المغرب تونس، بس يكون حته كويسه والناس تتفرج على الماتش على الاقل. يعني فلفل، انتوا اخدتوا رباعيه السنه دي، كاس سوبر دوري، سوبر دوري وكاس الكؤوس، بس خسرتوا الكاس والاهم طبعا كاس السوبر الافريقي. تقييمك ايه لموسم الزمالك حاليا؟ بص انا شايف هو موسم كويس جدا طبعا. كنا طموحاتنا ان احنا ناخد اكتر من كده، بس انت بتلعب رياضه، الرياضه مكسب وخساره، وطبعا انت مش بتلعب لوحدك يعني. فكان في ظروف طبعا، احنا ماتش سبورتنج ما كناش موفقين فيه خالص، ما كناش احسن حاجه، ماتش الاهلي نفس الكلام برضو، احنا يعني كانت ظروف ماتش خسرنا، فهي دي الرياضه يعني. بس كموسم كامل انت بتكام 6 بطولات واخد منهم 4، فلا ده موسم كويس طبعا. في مقابل حميد، انت اخدتم بطولتين السنه دي، كاس الكؤوس في البدايه خالص وكاس السوبر الافريقي اللي هي تعتبر اهم بطوله رغم خسارتكم باقي البطولات المحليه. فهل شايف ان كاس الفوز بكاس السوبر الافريقي والتاهل لاول مره لكاس العالم ده تعويض عن باقي الموسم ويخليكم راضيين الموسم الحالي؟ لا طبعا هو مش فكرة تعويض، هو موسم كان صعب علينا جدا. يعني تعرضنا ان الجهاز الفني اتغير كذا مرة، يعني الدنيا ما كانتش احسن حاجة في النادي الفترة دي. بس طبعا لا، بطولة السوبر بطولة غالية طبعا وكبيرة، وزي ما انت بتقول مهمة جدا لينا، بس ما تعوضش. يعني احنا طبعا يعني اصلا كنا بنعتذر للجمهور على الموسم، ان احنا حاسين ان الموسم كان ممكن يبقى بطريقة احسن من كده. بس طبعا السوبر الافريقي يعني وان احنا نلعب كاس العالم ده حاجه كويسه لينا كلنا طبعا. يعني طبعا بنتمنى يعني ان ايا كان القرعه ايه بنحاول كلنا طبعا ان احنا ان شاء الله على الاقل قوي او مش على الاقل يعني، بس نتمنى طبعا ان احنا نقدر ناخد ميدالية يعني في كاس العالم ان شاء الله. فلفل، في رحله النيجر بدات الرحله بخساره مفاجاه نظرا لظروف لنتائج الموسم، بس خسرتوا كاس السوبر الافريقي، عملتوا ايه بعدها لحد نهائي الكؤوس؟ الفتره دي قضيتوها ازاي هناك؟ بص هو طبعا الخساره في الاول كانت صعبه علينا شويه، ان انت خسرت بطوله تمام، وبطوله مؤهله كاس عالم انديه،
ظروف الماتش يعني كانت معكوسه بين ابطال الكؤوس والسوبر. يعني احنا في السوبر احنا كنا كسبانين لحد دقيقه 27، حصل كده زي سوء توفيق كام غلطه خسرنا الماتش، واحنا وانت كسبان لحد دقيقه 27 طول الماتش. تمام. طبعا اول يوم ده كان بالنسبه لنا صعب بعد الخساره على طول. كان الموضوع احنا مستنيين يوم 19، لان كده كده هي معروفه الفاينل بين اهلي وزمالك، يعني طبقا للمواصفات الفرق الموجوده فانت عارف انك هتلعب الاهلي يوم 19. فكان الموضوع يعني زي ما انت تقولي عاوزين نعوض نفسنا ونرجع مبسوطين ببطوله، لان الموضوع كان هيبقى صعب قوي، خساره بطولتين في اسبوعين كان الموضوع هيبقى صعب علينا. فاحنا حاولنا نلم نفسنا، المدرب اتكلم معانا، كابتن حسام غريب اتكلم معانا، الناس ابتدت تشوف ايه الغلطات، حاولنا ان كابتن احمد اتكلم، يحيى الدرع هنداوي، يعني الناس كلها اتكلمت ان احنا ما ينفعش نخسر تاني. بس لحد يوم 19 بقى احنا واخدين الماتشات كفتره اعداد لينا، وزي ما تقول ايه تمرين، لان التمرين هناك كان صعب اصلا، يعني علينا وعليهم التمرين كان صعب، ان انت تدخل تلاقي الصاله اصلا او ممكن ما تلاقيش صاله، فكان الموضوع ما كانش سهل لينا خالص. بس فيعني لحد يوم 19 كنا بنحاول نجهز ازاي نفسيا وبدنيا نلعب الماتش ونكمل. انت بالنسبه لك اي بطوله بتدخلها بطوله مهمه طبعا، فانت بتلعب على كل البطولات. تمام. موفقتش في بطوله، هي طبعا بطوله اهميتها تاهل لكاس عالم انديه، بس انت عندك دوري مهم لان ده يعتبر المنافسه الرئيسيه المحليه ليك، انت ما خسرتش فيها ولا ماتش. عندك كاس مصر، انا البطوله الوحيده اللي لسه ما خدتهاش معانا الزمالك هي البطوله دي، وما اعرفش ايه سبب لحد دلوقتي، يعني والله ما اعرفش السبب فين. ابطال الكؤوس اول مره العبها كسبتها اهو. فهي البطوله بتاع كاس مصر دي بالنسبه لي عامله لي مشكله، يعني بس ليه انا ما اعرفش بخسرها ليه، وسيناريوهات متكرره او مختلفه. يعني سبورتنج ضيعنا مثلا 4 ضربات جزاء او 5، الاهلي اللي قبليه نهاية الكاس برضه ضيعنا 4 ضربات جزاء او 5. فهي تحس البطوله مش راضيه تيجي نادي الزمالك بقى لها 5 سنين. انتوا رايحين النيجر من غير ولا مكسب على الزمالك السنه دي، بس بتدعمات جديده، اكاسيو ومدرب جديد دانيال جوردو وكابوتي طبعا والحارس المخضرم السيد محمد، هل بعد التدعيمات دي كنتوا حاسين ان المره دي كفتكم اتقل من الزمالك قبل الماتش؟ بص انا يعني شايف الموضوع ده مختلف شويه. فكره ان انت تدعم او تيجي يعني جايب ناس جديده ومحترفين، هي طبعا بتدي الفرقه دفع اكبر او بتديك قوه اكتر، بس كانت مشكله محترفين معانا ان هم فعلا جولنا على النيجر قبل الماتش يومين. فاصلا هم ما عرفوش حاجه عننا ولا احنا نعرف حاجه عنهم ولا يعرفوا احنا بنلعب ازاي، فده خد مننا فعلا مجهود كلنا ان احنا بنحاول بس ندخلهم وسطينا. فكان مستحيل ان الناس دي تلعب، يعني بعيدا عن طبعا السيد محمد لان هو اصلا كان في الاهلي زمان وموجود بيلعب في الدوري، يعني عارفه وجود مش محتاج ان هو يتاقلم. يعني المحترفين طبعا كان الموضوع صعب جدا علينا، حتى كنت لسه اتكلم مع فلفل، يعني كابوتي لعب بس التاني يعتبر ما لعبش اصلا الماتش، لان احنا ده سنتر هاف وده اللي هيتحكم في الملعب كله، فلو يعني لو هو مش حافظ تكتيك او مش عارف التكتيك هيبوظ الملعب خالص. يعني ممكن انا شايف ان كابوتي طبعا كان مفيد لينا جدا ومدرب بصراحه، لان هو يعني حاول يعالج اخطائنا وكان بيتكلم دايما في ان احنا نقلل اخطائنا، والحمد لله يعني الماتش ده ونهايه كاس الكؤوس صراحه كان ماتشين كنا كويسين وخدنا ماتش وخسرنا ماتش. احنا ما شفناش السوبر الافريقي عشان ما تزعش، فعايز نعرف مين اللي تألق فيه. هل لا والله مش تألق، ده هم كان الزمالك فعلا زي ما فلفل قال كان هو اللي ماسك الماتش، يعني او في الوقت المهم او اخر الماتش كان هم اللي اقرب، بس زي برضو كاس الكؤوس كنا احنا اللي في الاخر احنا كنتوا الاقرب. بس ممكن غلطات تصديات مين اللي صنعت الفارق؟ ما هي اليد تصديات، يعني فلفل في الكؤوس هو اللي تصدياته في الوقت اللي الزمالك واقع فيه فرقت. فمين في كاس السوبر؟ السوبر يعني هو حماد صد كره مهمه تمام، وفي غلطتين غيرهم ميس باس من الزمالك كل ده في اخر دقيقتين، كل ده بالظبط من الدقيقه 27 ونص لحد الدقيقه 30 كان الزهره حرمنا منها. يعني ده بالظبط عكس ماتش السوبر بقى، يعني ماتش السوبر هم كانوا كسبانين، قصدي ماتش الكؤوس هم كانوا كسبانين، احنا تعادلنا فرقنا واحد وميس باس خلص الماتش.